مسكني عامي عامي لا يقرأ ولا يكتب، يقول يا شيخ وش فيكم مستعجلين يا الجيل الأخير أنتم؟ إذا صليتوا كأنكم مطرودين من بيت الله، وكأن اللي خارج المسجد خيرا من المسجد، وكأن اللي بتقابلونه من المخلوقين أعظم من رب العالمين. يا ناس لماذا لا تقرؤون الأذكار؟ يا ناس لماذا لا تقرؤون الأذكار؟ لماذا تخرجون بسرعة؟ لماذا لا تبنون في الجنة بيتا؟ من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، الحديث صحيح وهي سنن الرواتب، ومنها أن تقرأ آية الكرسي. فدعوة لمن صلى ألا يبرح مكانه إلا وقد قرأ آية الكرسي.